تمتلك السلطنة إرثاً تاريخياً ورصيداً حضارياً يمتد عبر آلاف السنين. تمكنت عمان من خلاله أن تتبوأ مكانة متقدمة بين الأمم والشعوب في مختلف الفترات الزمنية، وأن تحوز على تقدير واحترام مختلف القوى الإقليمية منها والعالمية. ولطالما كانت المرأة العمانية شريكة للرجل في صنع تاريخ هذا البلد وفي بناء حضارته في مختلف المجالات السياسية منها والدينية والعلمية والاقتصادية وغيرها. وحفظ لنا تاريخ عمان نماذج مشرفة للمرأة العمانية وما قامت به تجاه وطنها وأمتها، فكانت بحق مفخرة من مفاخر مكونات هذا الوطن العزيز ونموذجا يقتدى به. وعندما نستعرض دور المرأة العمانية في تاريخ عمان، فإن المجال بالطبع هنا لا يكاد يسع أن نعدد جميع مآثرها، نظرا لما تميزت به من إرادة في البناء ومن غزارة في الإنتاج، فتحملت المسؤولية عندما استدعت الحاجة إلى ذلك، وكانت عند حسن ظن المجتمع بها. في العصور القديمة يشير بعض الباحثين والمؤرخين المعاصرين إلى اسم يتداول في تاريخ عمان منذ أكثر من 4000 سنة، الملكة شمساء، التي يعتقد بأنها حكمت عمان واستغلت النحاس الذي كانت تشتهر به آنذاك لتوطيد علاقات بلادها التجارية والحضارية مع الشعوب المجاورة، خاصة بلاد ما بين النهرين. عندما أشرقت شمس الإسلام أخذ دور المرأة العمانية يتبلور بشكل أكبر رغبة منها في خدمة الدين والوطن، فكان اسم الشعثاء بنت الإمام جابر بن زيد في مقدمة النساء العمانيات اللواتي افتتحن دور المرأة العمانية في الإسلام، وهي التي تنحدر من مدينة فرق بنزوة. نشأت في ظل والدها الإمام جابر الذي عرف بسعة علمه، فنهلت من علمه الكثير وأخذت على عاتقها مهمة نشره، وكانت مقصدا لنساء عصرها في أمور الدين، وقبرها لا يزال معروفا في مدينة فرق بنزوة حتى يومنا هذا. أما هند بنت المهلب فتركت بصمة خالدة في تاريخ عمان وفي تاريخ الإسلام في وقت مبكر منه. بدأ منذ منتصف قرنه الهجري الأول مستفيدة من نشاتها المتميزة في بيت اتسم بالعز والشرف والوجاهة، فارتبط نسبها بواحد من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام، والدها المهلب بن أبي صفرة، الأمر الذي انعكس على صفاتها الشخصية المتمثلة في رجاحة عقلها وقوة بيانها وتميز حكمتها. وفي العصور الحديثة من تاريخ عمان واصلت المرأة العمانية الاطلاع بمسؤولياتها والقيام بواجباتها، ففي عهد دولة اليعاربة التي أحدث أئمتها نقلة نوعية في الثراء المعرفي والتطور العلمي، لم تغفل نساء عمان عن الأخذ بزمام المبادرة استشعارا منهن بالمسؤولية الملقاة على عاتقهن. وهنا نجد بأن الشيخة عائشة بنت راشد الريامية تتصدر المشهد بين نساء عصرها،
فكانت العالمة الجليلة التي عرفت بإسهاماتها العلمية وبغزارة اطلاعها وبمواقفها السياسية، أخذت العلم عن كبار العلماء والمشايخ خاصة في نزوة والرستاق، وأسست مدرسة في مدينتها بهلة، وأصبحت مقصدا لطلاب العلم، فتتلمذ على يديها عدد من العلماء، كما اطلعت بالإفتاء وجمعت آثارها في مؤلفات عدة. وفي عهد دولة البوسعيد التي أشرق نورها على يد مؤسسها الإمام أحمد بن سعيد، واصلت المرأة العمانية حضورها البهي وريادتها المشروعة، فحفظ لنا تاريخ هذه الدولة الكثير من أسماء النساء العمانيات اللواتي استحقت أن تخلد أسماؤهن. ففي الجانب السياسي لا يمكن أن يتجاوز اسم السيدة موزة بنت الإمام المؤسس أحمد بن سعيد، التي عدت بحق من أبرز الشخصيات النسائية العمانية في التاريخ الحديث، نظرا لاطلاعها المشهود بأدوار سياسية وعسكرية كبيرة بعد وفاة أخيها السيد سلطان بن أحمد سنة 1804 للميلاد، الذي كان أبناؤه صغارا في مرحلة انتقالية وصعبة، فتحملت مسؤوليتها بكل همة وشجاعة تجاههم وتجاه الوطن، فكانت بمثابة الوصي لابن أخيها السيد سعيد المرشح لخلافة والده، وعملت على إدارة شؤون البلاد وتأمين انتقال الحكم إليه بعد بلوغه سن الرشد ومساندته في استقرار الأوضاع، وظلت على عهد عمان بها حتى وفاتها فترة حكم ابن أخيها السيد سعيد بن سلطان صانع الإمبراطورية العمانية الحديثة. وفي جانب الشعر والأدب كان لحواء عمان أيضا نصيبها في المشهد الثقافي، فكانت الشيخة عائشة بنت سليمان بن محمد الوائلية شخصية نسائية عمانية مؤثرة في القرن العشرين خلال فترة حياتها الممتدة من عام 1866 وحتى عام 1928 للميلاد. عرف عنها الشعر واشتغلت في تدريس القرآن الكريم. كانت نشأتها في بهلة لتنتقل منها إلى الرستاق كمحطة أخرى تمارس فيها إبداعها وتميزها وحضورها السياسي كذلك. وفي الجانب الديني لابد أن نستحضر اسم واحدة من أشهر نساء عمان في القرن العشرين، الشمساء بنت سعيد الخليلية، ابنة العالم المحقق وزوجة الإمام عزام بن قيس، والتي كانت مرجعا للنساء عصرها يقصدنها للفتوى وحل المشكلات، وتركت أوقافا كثيرة في سمائل وحفظت لها جوابات فقهية مخطوطة، وظلت تمارس دورها تجاه بنات وطنها حتى وفاتها في عام 1933 للميلاد. وفي جانب الأعمال الخيرية عرفت المرأة العمانية بالكرم والسخاء والإنفاق، ولنا في السيدة ثريا بنت محمد بن عزان البوسعيدية نموذجا يحتذى به في ذلك، وهي التي أوقفت أموالا كثيرة في بوشر لعمارة المساجد وطلبة العلم، وإليها ينسب بيت المقحم الذي يعد من المعالم الأثرية بولاية بوشر، ويعرف أيضا ببيت السيدة ثريا. ولأن مكانة المرأة العمانية تجاوزت نطاقها المحلي إلى ما هو أبعد من ذلك مثل ما أشرنا من قبل، فلم تتوقف في التاريخ المعاصر في أن تكون سابقة لمن قبلها وملهمة لمن جاء بعدها،
لذلك كان الحديث عن فاطمة بنت سالم بن سيف المعمرية رائدة عمانية من القرن العشرين، كونها أول امرأة من عمان والخليج تحصل على شهادة الدكتوراه، والمرأة الثانية في ذلك على مستوى الوطن العربي، وهي التي يعود أصلها إلى بلدة المنزفة بإبرة. ولدت بزنجبار ودرست في مصر وشغلت العديد من الوظائف فيها، ثم عادت إلى السلطنة في ثمانينيات القرن الماضي ملبية نداء الواجب تجاه وطنها فيما تبقى من عمرها الذي توقف عند عام 2002 للميلاد. تلك كانت نماذج فقط مما حفل به تاريخ عمان منذ القدم وحتى العصر الحديث من بناته ونسائه المجيدات، وإلا فالقائمة تطول إلى أكثر من ذلك مما يستحق أن يبرز دورهن في يوم مستحق من أيام هذا الوطن العزيز. فهنيئا لعمان بهن، وهنيئا لهن بعمان.